السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتكم قناة أبو الصحاب سات. وموضوع حلقتنا النهاردة جايب لحضراتكم 4 قنوات جديدة تم ظهورها خلال هذا الأسبوع على النايل سات في آخر التطورات والحصريات اللي إن شاء الله تعالى بنقدمها لحضراتكم. طبعا إحنا معانا 4 ترددات، وفي منهم 3 حزمة عامة وفي واحد فقط هو اللي حزمة شرقية. علشان ما اطولش على حضراتكم هندخل دلوقتي على تفاصيل حلقتنا النهاردة، وهنروح على التردد الاول، وعايزك تركز معايا عشان تعرف تضيف هذه القنوات الجديدة. اول تردد هيكون 11 11 3 5 5 على معدل ترميس 27500، والاستقطاب اللي هيكون حرف الفي او كلمة اسمها عمودي او كلمة اسمها رأسي. اما بخصوص عدد قنوات هذا التردد فهيكونوا 14 قناة، نظام الصورة للقناة هيكون HD. اما بخصوص اسم القناة فهيتم ظهوره في هذا المكان. هنروح دلوقتي على التردد الثاني اللي معانا في حلقتنا النهاردة. اما تاني تردد موجود معانا فهيكون ايضا حزمة عامة، وهيكون 10972. القناة دي بقى قناة جامدة جدا جدا لان محتواها ممتاز وهتعجب حضراتكم، على معدل ترميز 27500، والاستقطاب اللي هيكون حرف الاتش او كلمة اسمها افق. القناة دي على فكرة بدأت البث الفعلي بتاعها وتعمل بكفاءة، محتواها ممتاز جدا جدا. اما بخصوص صورة القناة هتكون HD، هيتم ظهور 16 قناة على هذا التردد بعد البحث، قابلين للزيادة وقابلين للنقصان. قبل ما نعرف مع بعض اسم أجمل قناة معانا في حلقتنا النهاردة، يا ريت يا جماعة محدش ينسى الضغط على زر اللايك. طبعا القناة الأولانية اللي فاتت قناة ممتازة جدا جدا جدا، وأنا بحب هذا النوع من المحتوى. القناة الثانية هعرفها لكم دلوقتي، لكن ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتعمل شير عشان غيرك كمان يستفيد. اعمل شير عشان اول قناة قناة ممتازة جدا، محتواها محتوى رائع جدا، وتاني قناة محتواها محتوى رائع جدا جدا جدا. فارجو من حضراتكم ما تدخلش على غيرك واعمل مشاركة على الفيديو ده، وما تدخلش عليا بالضغط على زر اللايك. اسم القناة هيكون واضح دلوقتي قدام حضراتكم، وعايز اقول لكم حاجة مهمة جدا جدا، فقط خد الحاجة اللي حضرتك بتحبها من اي قناة. هنروح دلوقتي على التردد الثالث اللي معانا في حلقتنا النهاردة، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة. والتردد الثالث اللي هيكون حزمة شرقية، انا عايز اوضح لحضراتكم للتوضيح وللمعرفة، وهيكون 12 12 688 على معدل ترميز 27500، والاستقطاب اللي هيكون عمودي او حرف الفي او رأسي. هيتم ظهور 24 قناة على هذا التردد، قابلين طبعا للزيادة وقابلين للنقصان. اما صورة القناة فهتكون HD. جميع القنوات اللي معنا في حلقتنا النهاردة اغلبها HD. اما بخصوص اسم القناة ففي هذا المكان هيتم ظهور اسم القناة الجديدة اللي تم ظهورها امبارح بتاريخ تصوير الحلقة. الـ4 قنوات اللي معانا دول تم ظهورهم خلال هذا الاسبوع. يلا بينا علشان نروح دلوقتي ونعرف مع بعض اخر تردد موجود معانا، علشان ما طولش على حضراتكم مدة الحلقة. التردد الرابع ويعتبر هو تردد جديد حاليا، هو قيد الاختبار، وتم تثبيت إشارة هذا التردد. يعني في الأيام القادمة هتلاقوا فيه قنوات كتيرة جدا جديدة، لأنه طبعا التردد أثبت كفاءة في الإشارة وفي ثبات في الإشارة كان تحت التجريب. حاليا التردد ده موجود عليه 5 قنوات، وهيكون 11 4 4 9 على معدل ترميز 27500، والاستقطاب اللي هيكون حرف الاتش أو كلمة اسمها أفقي. وزي ما قلت لكم موجود عليه فقط 5 قنوات، طبعا قابلين للزيادة خلال الأيام القادمة. طبعا صورة جميع القنوات اللي موجودة على التردد ده هتكون HD بتقنية عالية الجودة. أما بخصوص اسم القناة الجديدة، طبعا هو تم ظهور عليه 5 قنوات جديدة، علشان ما كنش عملت حاجة متكررة فجبت لكم القناة الجديدة الخامسة اللي تم ظهورها على هذا التردد، لان كنت عملت فيديو قبل كده عن الـ5 قنوات او عن الـ4 قنوات الجداد اللي تم ظهورهم على هذا التردد. في هذا المكان هيتم ظهور اسم اخر قناة جديدة معانا في حلقتنا النهاردة، وانتظرونا في المفاجآت والحصريات القادمة. طبعا حضراتكم مستنيين مفاجآت قوية جدا جدا جدا، وقنوات هتنور رضا الجميع بإذن الله تعالى. تابعونا على قناة أبو الصحاب سات، ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك علشان يوصلك إن شاء الله كل جديد. قبل ما أختم حلقتنا النهاردة، في نصيحة بحب أقولها دايما لكل إخواتي وكل حبايبي في كل مكان في الوطن العربي، ألا تجعلهم المشاهدة يا أصدقائي تلهيكم عن صلاتكم وعن العبادة وعن حياتكم اليومية. دائما خلي بالك من وقتك، نظم وقتك، وخلي بالك من صحتك ومن صحة أولادك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.